صباح الخير. اليوم حبيت أعمل معكم الحريصة على أصولها، وفي هذا الفيديو رح أشرح كل الخطوات بالتفصيل حتى تحصلوا على أفضل نتيجة من أول مرة. أول شي بنحتاج لثلاث أكواب إلا ربع من السميد الخشن. السميد الخشن بيختلف عن السميد اللي بنستخدمه للمعمول، حبيباته بتكون أكبر إلى حد ما. لو مش قادرة تميزي بين الاثنين، أسهل شي ممكن تعمليه إنه لما تشتري السميد اختاري النوع اللي بيكون مرسوم عليه حبة بسبوسة أو هريسة. رح أبسبس السميد مع نص كوب من الدهن. ممكن تستخدمي نص كوب سمنة لحال أو نص كوب زبدة لحال، أنا رح أخلط بين الاثنين. استخدمت ربع كوب سمنة مع ربع كوب زبدة بحرارة الغرفة. طبعا في الحريسة ضروري كتير إنها تحتوي على طعم السمنة، في ناس بتحب تضيف السمنة عن طريق القطر أو الشيرة، أنا شخصيا بحب أبسبس السميد مع السمنة حتى يعطيها طعم أزكى وواضح أكتر، وطبعا كله بيرجع لذوقكم الشخصي. بما إنه الزبدة اللي بنحتاجها تكون بحرارة الغرفة وما تكون دايبة، فللناس اللي بتسأل كيف نعرف مقدار ربع أو نص كوب من الزبدة، رح نعتبر قالب الزبدة بوزن 200 جرام كوب ونقسمه بالطول لقسمين، هيك كل جزء عبارة عن نص كوب، وكل نص رح نقسمه بالنص لجزئين حتى أحصل على ربع كوب. وهلأ بضيف السمنة والزبدة للسميد وبخلطهم كتير منيح. بروح للجزء الثالث، بحتاج لكوب من اللبن الرايب أو الزبادي، بضيف عليه نص ملعقة صغيرة من الكربونات وبخلطهم منيح وبتركهم شوي حتى يتفاعل اللبن مع الكربونات. بعد ما يتفاعل اللبن مع الكربونات ويزداد حجمه، بضيفه للسميد وبضيف عليهم ربع كوب سكر. في تحضير الهريسة ما بنحتاج نضيف لها كمية كبيرة من السكر لأنه حنحليها بالقطر بعد ما تطلع من الفرن. لو أنت بتحب الهريسة تكون كتير حلوة ممكن تضيفي لها نص كوب سكر. وبضيف عليهم ملعقتين صغار بيكنج باودر ورشة ملح. بخلط المزيج كتير منيح حتى يمتص السميد كل المكونات، بعدين بترك عجينة الهريسة ترتاح لمدة نص ساعة. في هاي النص ساعة بدي أنقع اللوز اللي رح أستخدمه في تزيين الهريسة في مي دافية. هاي الخطوة كتير مهمة حتى ما يحترق اللوز أو ينشف لما أدخل الهريسة على الفرن. لو ما عندك لوز ممكن تستبدليه بالفول السوداني. الشغلة الثانية اللي رح أحضرها هي القطر. في طنجرة صغيرة رح أضيف كاستين مي مع كاستين وربع سكر، بحركهم منيح حتى يدوب السكر بالمي. أول ما تغلى المي بضيف عصرة ليمون وبتركه يغلى لمدة 5 دقايق، بعدين بطفي تحتيه وأول ما يصير بحرارة الغرفة بدخله على الثلاجة. بحضر القالب اللي بدي أستخدمه. استخدمت قالب قطره 26 سنتي ودهنته بطحينة. لو ما عندك استخدمي سمن أو زيت. بنقل الهريسة على القالب وبحاول أوزعها على قد ما بقدر. في صحن بخلط شوية مي مع لبن رايب وبغمر إيدي فيها، بعدين بضغط بإيدي وبمررها على الهريسة حتى أوزعها بالتساوي على كل القالب. والسبب وراء استخدامي للبن إنه اللبن حيعطي الهريسة لون ذهبي كتير حلو. وهلأ رح أقطع الهريسة على شكل نجمة، وللتوضيح رح أرسم الطريقة بالأول على ورقة وبعدين رح أطبقها على الهريسة. Thank you.
لو حابة الرسمة تطلع معاكي مظبوطة يفضل انك تستخدمي مسطرة نظيفة، واول شي ترسمي كروس على سطح العجينة، بعدين ترسمي مثلث صغير جوا كل ربع، او انك تقطعي العجينة من البداية زي قرص البيتزا بعدين ترسمي مثلثات جوا كل ربع. بعد ما قطعت العجينة بزينها باللوز وبرجع بدهنها كمان مرة بالمي واللبن. لو ما عملت هاي الخطوة الهريسة بتاخد اللون الذهبي، بس اللوز حيضل لونه أبيض. وهيك بدخل الهريسة على فرن حرارته 170 سلسيوس، مشغلة بس الجزء السفلي من الفرن، بتركها من 25 ل 30 دقيقة، بعدين بشغل الجزء العلوي حتى يتحمر الوجه. ملاحظة بخصوص الفرن، يفضل انك ترفع الرف اللي حتحطي عليه القالب رف زيادة حتى ما تنحرق معك الهريسة. اول ما تطلع الهريسة من الفرن بسكب عليها القطر البارد وبتركها لمدة مش اقل من 3 ساعات قبل التقديم حتى تتشرب القطر على ريحتها. وهيك بكون خلصت، بشوفكم في فيديو تاني، باي باي.